عاجل الجيش المصري يعلن استعداد القوات السودانية والمصرية لمواجهة إثيوبيا، وعاجل تحرك أمريكي جديد بشأن ملف سد النهضة، وعاجل جدا تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام، وتصريح مضحك من أردوغان عن علاقة تركيا بمصر، وأهم تفاصيل مدينة مصرية جديدة في قلب فلسطين، وعاجل تفاصيل خروج قطار بضائع عن القضبان بمبابة. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل الجيش المصري يعلن استعداد القوات السودانية والمصرية لمواجهة إثيوبيا. رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد أشاد بجاهزية القوات السودانية والمصرية المشاركة في مناورات حماة النيل في السودان، أكد أنها قادرة على مواجهة كافة التهديدات. وجاء في بيان للقوات المسلحة المصرية أن الفريق محمد فريد ورئيس هيئة الأركان السودانية محمد عثمان الحسين شهد المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك حماة النيل الذي استمرت فعالياته عدة أيام بجمهورية السودان بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين. وأكد الفريق فريد الاستعداد القتالي العالي للقوات المشاركة في التدريب، بما يؤكد القدرة على مواجهة كافة التهديدات والتحديات التي تواجه مصر والسودان. كما عقد القائدان العسكريان لقاء ثنائيا تناول عدد من موضوعات التعاون العسكري المشترك خلال الفترة القادمة، فضلا عن التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية لكلا البلدين. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، أحب أشرح لحضراتكم ببساطة يعني ما معنى هذا الخبر. معنى هذا الخبر بكل بساطة هو استعداد الجيش المصري والجيش السوداني بعد يعني تدريبات حماة النيل. حماة النيل من معناها هو حماية النيل. حماية النيل يعني الحفاظ على مصر والحفاظ على السودان، لأن مصر بدون نهر النيل ده يعني شيء لا يمكن تخيله. واستعداد الجيش المصري واستعداد الجيش السوداني يعني لمواجهة التهديد، وهو مواجهة إثيوبيا. ومصر والسودان جاهزين جدا للحفاظ على مياه نهر النيل، وجاهزين جدا يعني للدخول في معركة مع إثيوبيا ونجاح هذه المعركة بكل بساطة. والجيش المصري زي ما حضراتكم عارفين مصنف انه يعني من اقوى 10 جيوش في العالم، فده شيء يعني خطير جدا. المفروض إثيوبيا تتدارك قوة مصر وتحترمها، ولكن هتحترمها قريبا جدا ان شاء الله. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا نخش على الخبر التالي. ننتقل لخبر اخر معانا، وعاجل تحرك امريكي جديد بشأن ملف سد النهضة. الخارجية الامريكية اعلنت توجه المبعوث الامريكي الخاص بشأن القرن الافريقي فيلتمان في جولة تشمل الامارات والسعودية وقطر وكينيا في محاولة لإيجاد مخرج بشأن أزمة سد النهضة. وإثيوبيا زي ما حضراتكم عارفين إنها بتستعد الآن للقيام بعملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي في الأشهر الممطرة القادمة في يوليو وأغسطس بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية. وإثيوبيا كشفت عن وجود خطة لاستخدام تقنية تلقيح السحب بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة التي تمطر عليها إثيوبيا بين شهري يوليو وسبتمبر بمبادرة من الوكالة الوطنية لقياس إثيوبيا. نائب مدير الوكالة الوطنية لقياس قال إن حوالي 10 مؤسسات في البلاد شاركت في تقنية تلقيح السحب التي بدأت مؤخرا. الدكتور دينكو توفا كبير الباحثين في المعهد الدولي لبحوث المناخ والمجتمع IRI أكد أن هذه التكنولوجيا تساعد في الحصول على المطر عند الحاجة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل لخبر آخر معانا، وعاجل جدا تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام.
يخضع الفنان المصري عادل إمام للعناية الطبية بشكل مستمر للتأكد من سلامة وضعه الصحي في ظل تفشي الوباء، ويشرف أطباء مقربين من الفنان إمام على حالته نتيجة إصابته بنوع من ضيق التنفس قبل سنوات، وكل ذلك بفعل التدخين الذي لم يتخلى عنه حتى الآن. وحسب موقع الفن، التزم الفنان إمام بالإرشادات الطبية بعد ظهور الجائحة، أما قبلها فقد كان لا يبالي بما يطلبه منه الأطباء، وحتى أن وجوده في المنزل بشكل طويل سبب له نوع من الملل كونه ابتعد عن أقرب المقربين منه ما عدا عائلته ومتابعته للتلفزيون. وكان في شائعات تم نشرها حول تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام ونقله للمستشفى بعد إصابته بالوباء، وذكرت المعلومات أن عادل إمام لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي، ومن المقرر أن يتلقى اللقاح خلال الأيام المقبلة. المصدر معانا كان من صحيفة المصريون، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. يعني ما تم نشره عن عادل إمام هو عبارة عن شائعات فقط لا غير. ننتقل لخبر آخر وتصريح مضحك من أردوغان عن علاقة تركيا بمصر. اعتبر الرئيس التركي أردوغان أن تركيا ومصر بتجمعهم علاقات قوية وتاريخية، أشار إلى أن هناك وحدة في القدر بين شعبي البلدين. أردوغان قال خلال مقابلة مع قناة تي آر تي تركيا: بالنسبة لنا مصر ليست دولة عادية، والشعب المصري ليس عاديا لنا. هناك علاقات تجمعنا منذ فترة طويلة عبر التاريخ، وهناك جذور قوية بين الدولتين والشعبين. أضاف: لدينا فرص تعاون جادة مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا. أردوغان أشار إلى اتصالات بين أجهزتي الاستخبارات ووزارتي الخارجية لكلا البلدين، وقال إنه تم إعطاء تعليمات لكل الوزارات التركية حول عقد اجتماعات مع النظيرة المصرية، كما أعطينا تعليمات لجميع المؤسسات المالية والاقتصادية للاستفادة من جميع الإمكانيات والطاقات المشتركة بين مصر وتركيا وتطوير العلاقات الثنائية لتحقيق ربح مشترك. وتابع: ما زلنا نقوم على هذه الأسس، أي الربح لكلا الدولتين، ونريد رفع التعاون بيننا إلى أقصى درجة، وعلاقتنا مع دول الخليج مبنية كذلك على هذا الأساس. وأشار إلى أنه لا يمكن مقارنة العلاقات بين تركيا ومصر مع العلاقات المصرية اليونانية، شدد على أن هناك وحدة في القدر بين الشعب المصري والتركي. أردوغان أضاف: أعرف الشعب المصري جيدا وأكن له المحبة، فالجانب الثقافي لروابطنا قوي جدا، لذلك نحن مصممون على بدء هذا المسار من جديد. المصدر معانا كان من تي آر تي والأناضول، وهذا كان بيان رجب طيب أردوغان عن العلاقات المصرية التركية. ننتقل لخبر آخر وهام تفاصيل إنشاء مدينة مصرية جديدة في قلب فلسطين. أعلن السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح أن هناك مساحة في الطرف الجنوبي في قطاع غزة سيتم إقامة مدينة مصرية عليها. قال اللوح في تصريح لقناة صدى البلد: هناك توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبذل الجهد وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وأضاف وقال أن مصر دولة محورية وهي تقود المنطقة لإنهاء الأوضاع المتوترة في فلسطين، وثمن توجيهات الرئيس السيسي بإتمام المصالحة الفلسطينية وحرصه الوطني والقومي لإتمامها. أكد أن في شراكة بين الأردن وفلسطين ومصر في كافة التحركات من أجل المصالحة. أشاد بدور مصر في قيادة جهود الإعمار في المدن الفلسطينية. أشار إلى أن هناك مساحة في الطرف الجنوبي تابعة لمحافظة غزة سيتم إقامة مدينة مصرية عليها، وأكد أن في 50,000 من الفلسطينيين بلا مأوى بسبب عدوان الكيان الصهيوني. أشار إلى أن مصر وفلسطين في خندق واحد. المصدر معانا كان من صدى البلد: منتظر رأي حضراتكم في إقامة دولة مصرية على أرض غزة. ننتقل لخبر آخر وعاجل تفاصيل خروج قطار بضائع عن القضمان من بابا. كشف مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية المصرية عن خروج عربة قطار لنقل البضائع في منطقة إمبابة عن القضبان
دون وقوع إصابات. قال المصدر لبوابة أخبار اليوم إن حركة القطارات تعطلت على خط البضائع المتجه إلى صوامع الغلال في منطقة إمبابة، ولم تتأثر الحركة بالحادث، وأشار إلى أنه تم إعادة العربة إلى قضبان بواسطة الأوناش واستأنف القطار رحلته دون مشاكل. أضاف أنه تم تعطيل حركة القطارات على خط البضائع من وإلى صوامع الغلال الواقعة في نطاق المنطقة. أشار إلى أن حركة القطارات على خط الوجه القبلي لم تتأثر بالحادث. المصدر معانا كان من بوابة أخبار اليوم. ربنا إن شاء الله يستر على المصريين جميعا بإذن الله ويحفظ مصر. وجينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة من قناتكم المتواضعة مصر ميديا اي بي، وعلى الفيسبوك إسلام الأمين مصر ميديا اي بي. إن شاء الله أشوفكم على خير في الأخبار القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.